جلس كثير في بيت الهرساني. نقلت فين بعد بيت الهرساني؟ هل هو المبنى اللي في شارع البريد جنب البريد المحكمة على طول هناك ولا في مبنى قبله؟ لا في قبله. ايه اللي عند مستشفى الملك فيصل هناك في مبنى المحكمة. ايه يمكن بعدين. بعد باب الريع نقلته فين؟ بيت المعمر. اللي فين ده؟ اللي دحين فصل قريب الهجلة؟ محل ما فيش اسمه خان القاضي قريب منه؟ قريب من خان القاضي؟ قريب من الهجلة؟ بيت بن معمر فين هذا؟ اللي في العزيزية؟ لا عيب عيب برا هذا شوف برا برا الصورة. قريب من زقاق الحبس وسويقة؟ زقاق الحبس وسويقة قريب منه؟ هالمبنى اللي نقلته فيه اللي بعد مبنى الهرساني بيت الطائف. بيت مين؟ الأمير عبد العزيز بن معمر. ايه فين كان محله البيت ذا؟ العمارة حقت العمارة حقت هو حقته اللي قد تحت خان بن معمر. العمارة حقت عمر اللي في السوق اللي في وسط السوق. وسط السوق وسط السوق ايه وسط السوق إيه؟ اللي فيها اللبان عبد الحفيظ والهيئة هيئة الأم معروف اللي فيها عبد الحفيظ اللبان اللبان ساكن فيه في لا المحل حقه اللي كان فيه يبيع فيه الحليب هو هذا المبنى ها؟ ايه لو دكان طيب كل شيء. طيب وانت شباب يا عم عثمان كنتوا تمارسوا كورة تعرفوا الكورة ولا ما تعرفوها وقتها تلعبوا وانتوا صغار كورة كنا نلعب ايام الكواكب وما الكواكب ايام الكواكب لعبت فيها ها ايه مع القصير وعبد الله يسلم والمارديني ها انا اكبر منهم اوه ما شاء الله ايه قد ابوي انت اكبر نعم منهم. نعم اجل عيال المارديني عبد الحليم سلامة كيفك؟ هذا مين؟ عثمان. هذا عثمان ولد مين؟ ولد حسن هذا. هذا؟ أيه. هذا ولد حسن وهذا؟ هذا ولد الدكتور جمال سيسي عماد. وهذاك؟ ولد حسن. ولد حسن. وهذا أحمد ولد الدكتور جمال. وهذا حسن نعم. هذا الشيخ هذا حسن ما درس معنا بالرواح اي ما درس تبع ابن عباس لكن اعرف طلع كيف درسك هو انا هو بدايته هناك سنتين قاعد هناك وفرشنا فرش وبس خلاص عشان ربونا بدايته مو في عبد الله بالرواحه كان عندي ابن عباس اي ابن عباس ابن عباس جاء سنتين كتب تاريخه بناء على كلامه هو عايش هو سنتين قاعد ابن عباس ايوه حبيبي ذاك ابويا وبعدين وبعد بيت بن معمر فين نقلتوا؟ بعد بيت بن معمر فين نقلتوا؟ هلا بتاع المحكمة تاريخ قعدنا كثير في بيت بن معمر ايه وقعدنا كثير مين جاء بعد كتب اللي هو قال كتب كتب خانة مين جاء بعد الله يرحمه مين جاء لا الفودة قال مين جاء بعد الفودة في المحكمة؟ مين كان رئيس المحكمة؟ رئيس المحكمة بعد الفودة ها؟ بعد الفودة من رئيس محكمة وقتها؟ فودة ايه فودة الفودة رئيس المحكمة كان ايه من بعده؟ رحمة الله عليه مات اشتغلت مدة بسيطة معه نعم اشتغل مدة بسيطة معه مرض هو ايه رئيس المحكمة رئيس عم عثمان انتو فين كنتوا ساكنين في حارة فوق؟ في بيوتكم جنب تعرف بيت اسلم بيت عم سالم مسلم عم محمد بصفر الصيرفي لازم اجيب لك اياه في بيت الزعفراني اللي كان ساكن فيه الزعفراني هددوه ودحين فضل دحين لسه ما سووا فيه شيء ايوه بيت مجيد ايوه بيت عم محمد مجيد اذا في زقاق شمس بيت جنب بيت عم حسين زقاق شمس
كنا ساكنين هناك في ذاك البيت. البيت حق اللي كان فيه الزعفراني. الزعفراني هو تبع الأوقاف. هو تبع الأوقاف جنب بيت عم محمد مجيد، قدامكم زقاق السندي. قدام السندي ووهبي وهبي ايه؟ وهبي السندي في الزقاق. في الزقاق. وبعدين بيوت أنا هناك، بعدين بيوت القبطان. ما شاء الله الشارع هذاك يا عم عثمان كان كله بشك، كان فيه كذا بشكة، وكان فيه، وعشان كده تقول الكورة ما الكورة، كان هناك تأسست له في بيت البشكة. افتكر بيت المارديني كانوا ساكنين جنبنا في احد بيوتنا. افتكر. نعم عبد الله قلبونا واحد شوط. ايه واحد شوط. ايه هذا شو اسمه من الطائف ولا من مكة؟ جدة. جدة غلبوكم الأهلي ولا الاتحاد ولا الاتحاد ممكن؟ والمباراة في جدة ولا هنا في الطائف؟ اللعب كان في الطائف ولا في جدة؟ في الطائف. هنا في الطائف في الركبان ولا فين؟ في محل السيارات كان برحة القزاز؟ لا كان قدام القش ولا فوق عند بن عباس البرحة؟ بداية شبرا أظن عند الهاتف. غلبتوهم ولا غلبوكم؟ أهم شيء يا عم غلبونا. أخذتوا تاركم بعدين ولا لا؟ غلبونا وراكم فيه انت ايش كنت تلعب وقتها؟ صدي جناح ولا باك يمين ولا باك يسار؟